مساء الخير يا أستاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى، لأنهم مدوني على ورق أنا مش عارفة ورق إيه ده، وأنا عايزة أخرج من المستشفى. أنا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك. الفنانة شيرين عبد الوهاب تستغيث بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمحاميها الخاص ياسر قنطوش في تسجيل صوتي من المستشفى، ومحاميها يكشف تفاصيل صادمة. نشر المحامي المصري ياسر قنطوش تسجيلا صوتيا أرسلته له موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب، أظهر فيه استغاثتها من إدارة المستشفى الذي تمكث فيه للعلاج من الإدمان. وعلق قنطوش على المقطع الصوتي الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك بالقول أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستغيث من داخل المستشفى للخروج، مع العلم أن المجلس القومي للصحة النفسية أصدر تقريرا يفيد بأن حالتها لا تستوجب العلاج الإلزامي داخل المستشفى. وأوضح المقطع الصوتي أن إدارة المستشفى أجبرت الفنانة المصرية على التوقيع على أوراق لم تعرف تفاصيلها، وظهرت الفنانة شيرين في التسجيل الصوتي الأول لها منذ أزمتها الصحية ودخولها أحد المستشفيات للعلاج من الإدمان، وهي توجه حديثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولمحاميها بالقول: مساء الخير يا أستاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى. وأضافت الفنانة المصرية في استغاثتها كاشفة توقيعها على أوراق بالإجبار قائلة: في المستشفى مضوني على ورق، مش عارفة ورق إيه ده، وأنا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم، فعاوز أخرج من فضلك. من جانبه كشف ياسر قنطوش إنه قرر اتخاذ عدة إجراءات قانونية ضد المستشفى، متهما إدارتها بحجز موكلته بالإكراه رغم عدم حاجة حالتها الصحية لذلك. وأوضح قنطوش في تصريح إنه صدر عن وزارة الصحة المصرية تقرير يفيد بأن حالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لا تستوجب العلاج الإلزامي، لذلك طلبت الفنانة الخروج واستكمال العلاج في منزلها، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وأكد محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب إنه تم إرغام موكلته من قبل إدارة المستشفى على التوقيع على العلاج الاختياري داخلها على عكس رغبتها. وقال ياسر قنطوش أن توقيع شيرين يوجد به إكراه معنوي، وهو ما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية تحفظ على ذكرها مؤقتا ضد المستشفى الخاص الذي يحتجز داخله موكلته، خاصة بعد استقرار حالتها الصحية. وقال قنطوش في تصريحات تلفزيونية أن شيرين عبد الوهاب مثلت أمام النيابة وأنه حصل على التسجيل الصوتي منها، لافتا إلى أنها طلبت نشره للرأي العام لتظهر تعنت إدارة المستشفى معها. وأشار إلى أنه توجه للنيابة العامة صباح اليوم بالتسجيل الصوتي وسلمه لإثبات واقعة إجبار إدارة المستشفى للفنان ناشرين على التوقيع بالعلاج الاختياري والبقاء داخل المستشفى رغم عدم حاجة حالتها لذلك بعدما استقرت حالتها الصحية الآن. وأكد إنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المستشفى، مشيرا إلى إنه يجري حاليا تحقيق من قبل النيابة في التسجيل الصوتي للتحقق من واقعة احتجاز موكلته رغم عنها، فضلا عن إجبارها على توقيع مستندات بدون رغبتها. وقال محامي شيرين عبد الوهاب أن الفنانة مثلت لتحقيقات النيابة التي استمعت لأقوالها، مشيرا إلى أن نتائج تلك التحقيقات ستكون بمثابة المفاجأة للرأي العام بحسب قوله. يشار إلى أن قنطوش كان قد نشر مساء الأربعاء تسجيلا صوتيا أرسلته له شيرين عبد الوهاب، أظهر فيه استغاثتها من إدارة المستشفى الذي تمكث فيه للعلاج من الإدمان. والتسجيل الصوتي هو الأول لها منذ أزمتها الصحية ودخولها إحدى المستشفيات،
حيث وجهت حديثها لمحاميها قائلة: مساء الخير يا أستاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى. وأضافت الفنانة المصرية في استغاثتها كاشفة توقيعها على أوراق بالإجبار قائلة: في المستشفى مضوني على ورق، مش عارفة ورق إيه ده، وأنا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم، فعاوزة أخرج من فضلك. وصل رسالتي للرئيس المصري ووصل رسالتي للجمهور العام. يشار إلى أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تمكث حاليا في إحدى المستشفيات الصحة النفسية في العاصمة المصرية القاهرة بعدما نقلها شقيقها رغما عنها لعلاجها من الإدمان. ولا تزال أحداث أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على صفيح ساخن وتتكشف يوما بعد آخر أحداث كثيرة تخص طليقها حسام حبيب الذي توجه إليه صابع الاتهام بأنه السبب في كل ما حدث لها بما في ذلك إدمانها للمخدرات. وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خرجت قبل أيام لتؤكد أن حسام حبيب هو من كان يجلب المخدرات لشيرين عبد الوهاب، وهو المتسبب فيما وصلت إليه حاليا من دمار على مختلف الأصعدة.